الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والسلام. يتجدد اللقاء بحضراتكم من جديد في أرضية ميدان الوثبة، حيث انطلاقة ثالث أشواطنا الصباحية والذي خصص للإبكار ضمن هذه الانطلاقات الكبيرة. مباشرة نسير إلى المركز الأول، إلى اليازي اللي على صدارة الشوط، تتقدم بشعار مبارك بن سهيل بالحطم العامرياتي مع المركز الأول، بينما الحذرة تأتي بالمركز الثاني، يقدمها حمد بن قريع بالروس العامري. نقلتنا إلى راهية اللي على المركز الثالث بشعار علي بن جابر بن حمد بن مصلح الإحبابي، بينما المركز الرابع فوصلت وتقدمت هنا الشاهنية القادمة بشعار إقباش بن سعيد بن محمد الحبسياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس شواهين تتحرك في هذه اللحظات، يقدمها سالم بن راشد بن حبالة الاكتبي، بينما المركز السادس من الجانب الآخر بدأت بالهجوم وتحركت في هذه اللحظات، لكن القادمة أيضا هنا شام غانم بن حمد بن مطر بن نصة المنصوري يتحرك ويتقدم بشامة متحركا بهذه الانطلاقة، ونتمنى لها السلامة. انتقل ما بين الاسماء، اتجول ما بين الاسماء الكبيرة التي بدأت بالهجوم، عجوبة عبد الرحمن بن سحيب صالح المريات ايضا من خلال هذا التواجد والحضور، ولعت المنافسة ولعتها وتحركت هنا الشعارات الكبيرة من خلال تواجد هذه الأسماء الكبيرة والمثيرة هنا في هذا الشوط، في هذه المعركة، في هذا الصراع الكبير من أجل الفوز والنقطة في عاصمة الميادين. هنا عود إلى المركز الأول، إلى الحذر 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 على صدارة هذا الشوط حمد بن قريع بن روس العامري، لكن خيال خيال يا خيال، هنا تسابق الظلال لتتقدم مع المركز الأول، يقدمها قباش بن سعيد بن محمد الحبسية هنا مع المركز الأول، هنا مع الصدارة، هنا مع الأداء الكبير من خلال التواجد المركز الثاني مع الحذرة حمد بن قريع بن روس العامري، ثالثا ثالثا هنا راهي علي بن جابر بن حمد بن مصلح الإحبابي، يقدم لنا راهية يقدمها بمستوى كبير، عجوبة قادمة، عجوبة عبد الرحمن بن سحيم بن صالح المري، وتحركت منصورة حامد بن خليفة بن سيف الطنيجي، يتحرك مع انطلاقة منصورة لمن النصر، وصل 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 لفحة مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، يتقدم مع لفحة هنا بالامتار الاخيرة بالاربعمية متر الاخير. شوفوا للقادمين المتحركين، وصلت ايضا هناك خيال رصاص بن سالم الرصاص العامري، ولكن طارت عجوبة عجوبة يا عجوبة هنا بالابداع الكبير عبد الرحمن بن سحيم بن صالح المري، وصل رصاص بن سالم الرصاص العامري، يتحرك يتحرك اللحظات الأخيرة، عجوبة 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 هنا تطير بهذا الأداء الكبير بأداء إبداع. تهانينا لمالك عجوبة عبد الرحمن بن سحيب صالح المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت فيه خيال رصاص بن سالم الرصاص العامري، المركز الثالث كانت هناك منصورة حامد بن خليفة بن سيف الطنيجي، المركز الرابع كانت هناك مع المركز الرابع الهدى خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي، وخامسا
كانت بالحضور هي لفحة مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، أتت بالمركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، الفوز مع عجوبة، وعجوبة هي البطلة بناموس هذا الشوط. تهانينا لعبد الرحمن بن سعيد بن صالح المري. التوقيت الزمني 4:26 و8 أجزاء من الثانية. المركز الثاني خيال رصاص بن سالم بن رصاص العامري، أتت بتوقيت زمني مقدارة هنا 4:27 وجزئين من الثانية هنا مع المركز الثاني. ثالثا كانت منصورة حامد بن خليفة بن سيف بن خليفة الطنيجي، والتوقيت الزمني هنا المركز الثالث. كان الدخول جماعي ما بين منصورة لحمد بن خليفة بن سيف الطنيجي، وأيضا دخول كان جماعي ما بين اللي هي منصورة وكذلك الهدى لخليفة بن سالم بن سهيل الخيلي. كان الدخول جماعي على المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره 4:27 أربعة أجزاء من الثانية. وخامسا كان مع لفحة مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي، أتى بالمركز الخامس هنا بالأداء الجميل، وتوقيت الزمني أيضا 4:27 وأربعة أجزاء من الثانية بنفس التوقيت والأداء والدخول الكبير هنا مع الأداء المتحدث.